ما نصيحتكم للشباب الذين يتكلمون في علم الجرح والتعديل؟ هذا للمحدثين الكبار، ما هو للشباب المبتدئين وطلبة المبتدئين، هذا دخول فيما لا يحسنون، ولا يجوز لهم هذا، لا يجوز لهم هذا وهم على غير استعداد علمي ولم يتلقوه عن العلماء، ما يجوز لهم الخوض في أسانيد الأحاديث والطعن في الرواة أو تعديل الرواة وهم جهال لم يصلوا إلى هذه المرتبة. نعم.